الله بالخير. معنا اليوم حلا جديد، حلا الشابور همسيقان، مكونات زنجبيل وشعيرة هنود، حليب، قشطة، وبردق عن تنتين، سكر. هذا نعمل نقطع الشابورة حلقات ونعود لكم. زيت القشطة جينا في ذا يا ربي يا حبيبي. قبل ما حطينا القشطة نصب عليها السائل. هاي نحط بيالة سكر، ما نكثر شوي بس. حلوة، نحط معه رشة زنجبيل، نحط شعيرة الهنود، شوي شوكولاتة عن الشكة. حلوة. طبعا البردقانتين للتزيين نحط معه شوي طحين عشان ينعجن. السلام. يو الله، القشطة على عدلها، القصة دي اللي عجيبونها ما تصرح. جود 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 ذنها، جود ذنها. حلو. الحلا اليوم ما يحتاج لا طبخ ولا نفخ، لا تحرج قدورك ولا مرة. تعجينها بس شوي يغدي مثل ذا، حطها في الصحن. حلو. أنا من عجنة نرصه لين يتواسع الصحن. اشرط لكم يا من صلح ذا الحلا ان يقوم يلحس الجدر اذا ريه ثقه. وهذا الشكل النهائي. هاي في ذمتي. نعصر البردقانه شوي فوق. الاكله هذه اللي يحبون المطخ، اللي يحب يمطخ